بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. افتتحت الجلسة. السيدات والسادة النواب الأفاضل، افتتحت الجلسة. إذن السادة الوزراء المحترمون، سيدات والسادة النواب المحترمون، إذا كان ممكن الأخوات والإخوان النواب والنائبات التحقوا بالأماكن ديالهم. طبقا للفصل 100 من الدستور وعملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نخصص هذه الجلسة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول الأعمال اليوم 31 سؤالا شفهيا موزعة على القطاعات التالية: التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، القطاعات المكلفة بإصلاح الإدارة بالوظيفة العمومية، الشؤون العامة والحكامة، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وأخيراً وليس آخراً القطاع المكلف بالتنمية المستدامة. الإخوان المصورين إذا سمحتوا. قلت الإخوة المصورين إذا سمحتوا. في البداية نستمع إلى المراسلات الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد أمين المجلس لتلاوتها مشكورا. شكرا سيد الرئيس. توصل مكتب المجلس النواب من السيد رئيس الحكومة بمشاريع قوانين التالية: مشروع قانون رقم 77/18 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول المساعدات الإدارية المتبادلة في مجال الجمركي الموقعة بالرباط في 20 يوليو 2018 بين الحكومة المملكة المغربية والحكومة الجمهورية الدومينيكان. مشروع قانون رقم 73/18 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بالرباط في 20 يوليو 2018 بين الحكومة المملكة المغربية والحكومة الجمهورية الدومينيكان. كما توصلت الرئاسة ما بين 22 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2018 ب179 سؤال شفوي، 444 سؤال كتابي، 82 سؤال جواب عن الأسئلة الكتابية، وتم سحب سؤال كتابي واحد. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيدات والسادة النواب المحترمون. قبل الشروع في جدول الأعمال، أخبر المجلس الموقر أنه تطبيقاً لمقتضيات المادة 364 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي نطاق الحرص على تطبيق مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، فقد أعد مكتب المجلس دليلاً عملياً يتضمن تفسيراً وشرحاً لمدونة السلوك شكلاً ومضموناً وباقي مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة. وقد عرضت هذه المدونة على السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بهدف التعريف بمقتضياتها والشروع الفعلي في تطبيقها، وبه وجب الإعلام. حضرات السيدة والسادة، نشرع الآن في بسط الأسئلة الشفهية المدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ونرحب بالسيد الوزير.